من كان ليتوقع أن طريقة استخدامنا للمرحاض خاطئة، ومن شأنها أن تسبب لنا العديد من المشاكل في الجهاز الهضمي. نعم هذا صحيح، ولمعرفة طريقة الجلوس الصحيحة نقدم لكم الخبر التالي. ينطوي استخدام المرحاض في بعض الأحيان على صعوبة لفئة من الأشخاص، فبالرغم من حاجتهم في استخدام المرحاض وتفريغ معدتهم من الفضلات يكونوا غير قادرين على ذلك، ولكن قد يكون السبب بسيط في ذلك، حيث تناقلت وسائل الإعلام المختلفة في الآونة الأخيرة عن طريق جلوسنا على المرحاض خاطئة، وهي التي تسبب صعوبة في تخليص الجسم من الفضلات وبالتالي الإصابة بالانتفاخ أو الإمساك أو البواسير. فوفقا لما أوضحته صحيفة ديلي ميل البريطانية، فإن الطريقة المثلى لاستخدام المرحاض هي من خلال القرفصاء، أي الطريقة التي كان يستخدمها الإنسان في القدم وقبل تطوير هذه المراحيض. ولأجل ذلك سارعت شركة أمريكية في تطوير أداة جديدة تدعى سكواتشي بوتي، وتساعد في استخدام المراحيض الحالية على شكل القرفصاء. وهذه الأداة صممت في عام 2011 خصيصا بهدف تحسين وضعية جسم الإنسان أثناء استخدامه المراحيض لتسهيل عملية التبرز، فالجلوس بزاوية 90 درجة وبالتالي تبقى عضلة المستقيم مشدودة والأمعاء ملتوية، مما يصعب عملية التبرز وخروج الفضلات. أما في حالة الجلوس بطريقة القرفصاء يرتخي المستقيم، مما يجعل القولون مستقيما لتتمكن الفضلات من العبور بطريقة سلسة وسهلة من القولون إلى المستقيم. وهذا ما تحاول هذه الأداة القيام به من خلال تحقيق جلسة القرفصاء عن طريق جعل كعب القدمين في تساوي مع جسم الإنسان أثناء الجلوس. بدورها أجابت الشركة في موقعها الإلكتروني الرسمي على عدد من الأسئلة الشائعة حول هذه الأداة، وأوضحت أن الطريقة الأمثل لاستخدامها تمكن في الجلوس على كرسي المرحاض، من ثم وضع الأداة تحت قدمي المستخدم لرفعها بهدف الحصول على وضعية القرفصاء، مؤكدين أنه كلما كانت هذه الوضعية طبيعية أكثر كانت عملية التبرز أكثر سهولة. إذن ما رأيكم إخواني بهذه المعلومة؟ المرجو إجابتنا في تعليق أسفل الفيديو، وشكرا. وفي الأخير نشكركم على مشاهدة هذا الفيديو، ولا تنسوا دعمنا بالاشتراك في القناة والإعجاب بالفيديو ومشاركته.